تمسميها تصور اي حاجة تحب مشكلة. شكوش يتسيو فلا شكي تسيو شوفي كيفاش خرج وجنا ورا ديك يتشايب ما يكونش يعطي شو اليوم شما حتى زعما كان خدام مزيان وغادي يجي يا خير للاسف الشديد الشفاقة كيف بخاطر إذن متتبعي قناة شوف تيفي السلام عليكم مرحبا بكم معنا في هذا البث مباشر من عندك سعيد كتهبط على الدجاج من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة الهراويين. حنا ماشي في بلاد السيبة، حنا ماشي في غابة، حنا الحمد لله في دولة الحق والقانون، حنا الحمد لله في دولة المؤسسات، حنا الحمد لله في دولة الأمن والأمان، حنا الحمد لله عندنا سلطات أمنية بمستوى عالي وكفاءة عالية. أنه اللي تضبط وهو مخالف للقانون ما كترحموش، ما كيرحموش القضاء لا السلطات الأمنية. للأسف الشديد هذا الشيء اللي كتشوفوا قدامكم راه بصح ماشي فيلم وماشي حنا في شي بلاد أخرى، حنا كيف ما قلت لكم في المغرب الدار البيضاء في منطقة الهراويين. اعتداء خطير وشنيع من طرف عصابه متكونه اكثر من 7 اشخاص. لا كنت في 30 واحد. 30 واحد قسما بالله 30 واحد. ودايره ما بقاتش عصابه راه محسوبه. حنا تعرفنا على تقريبا شي 15 واحد اللي تعرفنا عليهم حاليا، مدججه بالاسلحه البيضاء وملتمه. هادو كلهم راه وليداتنا، لا الضحايا لا المعتدين. عباد الله اش هاد الشيء اللي وصلوا ليه الشباب المغربي؟ اش هاد الحاله اللي وصلنا ليها؟ واش هادو هما الشباب ديالنا اللي بغيناهم يخدموا ويقراو وينفعوا هاد الوطن؟ هادشي اللي ولينا كنسمعوا راه خطير جدا، راه خاص حلول يعني باسرع وقت. 30 شاب ملتمين بالاسلحه البيضاء تهجموا على واحد محل ديال الحلاقه ديال الرجال، وكان فيه واحد الشاب اللي هو الاخ ديال الاخت اللي قدامنا، غنمشيو توا نشوفوا لان في واحد الحاله حرجه ومعه واحد الزبون بدون يعني واخاش غيكون اش غيكون كاع حساب ضاربه غتكون جوج الاشخاص مثلا. حنا قلنا مثلا كان هادشي ديال الخوال الخاوي ديال الطيش ديال الشباب ديال قله العقل ديال بزاف د الحوايج، راه جوج الاشخاص ثلاثه، ولكن 30 واحد عباد الله 30 واحد يهجموا على محل وسط مدينه الدار البيضاء. اش من ساعه مع تقريبا مع 9 دلارو ديال الليل، 9 دلارو حنا وصلتنا الخبر في الدار، يعني باقي الضو يعني ماشي اننا نخدموا 9 دلارو تقريبا هذيك الساعه 9:42 8:42 دقيقه نهار اش هادشي نهار الجمعه بالليل. كطل مرات خويا كتقول لنا جريو شي وحدين مضاربين، راه جاو الكمال في الصالون راه كيتهرس الدجاج، حنا باطنا كيسحب لنا شي جوج مضاربين وجاو الكمال في الدجاج كيتهرس. كمال اللي هو خوك اللي هو خويا اللي خدام في المحل، ملي هبطنا كنجريو لقيت انا المحل كله مهرس كله مدقدق، لقيت واحد من الدراري الاخرين اللي خدامين عندي في المحل كنقول ليه مالك كيقول لي راه شي واحد هو كان في القهوه ما كانش كاين هنا داك الدري اللي خدام عندي الاخر، كنقول ليه مالك كيقول لي راه شي دراري شي وحدين راه جاو هرسوا الصالون وراه كمان تبعهم. ملي مشى هو غادي كيجري كيحسب لينا حنا بصح فريرو شي وحدين هرسوا المحل وكمان تابعهم. ملي جميت غدا انا كنجري تابعهم بغيت زعما كيسيني نقاش ولا شي حاجه نفكوا بلا ما يتخاصموا ما شي حاجه، حيت الدجاج راه كيتعود انا ما بغيتش الدراري ولا شي حاجه يتخاصموا. ملي جميت انا غدا كنجري ويتبعني بابا قال لي رشيده رشيده، قلت ليه نعم، ويقول لي جيبي لابيلانس، قلت ليه علاش، هو يقول لي راه خوك كيموت، قلت ليه مال، هو يقول لي سيري راه خوك راه مليوح في القهوه كيموت، حيت هو ملي تضرب مسكين هرب للقهوه حيت كاين فيها الناس بزاف هرب للقهوه. واش هو تبعهم ولا هرب ليهم؟ وهرب ليهم ودخلوا عليه، دخلوا هنا شي 20 واحد دخل المحل بداو كيضربوا، جاب الله مسكين هو ربي فيقو عوض ما يدخل البيت لداخل اللي كاين ليها هرب هنايا، اما كون دخل لداخل كون قردوه هرب مسكين هو هارب ودار هي في الماء كيضربوه كيطيح وكيعاود ينوض يجري كيطيح وهو غادي هنا وصل هنا ملي عاود ضرب بهم الدوره من ليها تم غادي كيجري هو غادي كيجري غيبان لك داكشي
غادي كيجريو هما كيشيروا اكيد هيتوا عليها هكا بالسيوفه. تعرف على شي واحد فيهم؟ اه تعرفنا على بزاف وعطينا الاسماء وعطينا التصاور لي جوندارم وباقي لحد الان ما تعتقل فيهم حتى شي واحد. حتى شي واحد ما معتقل. اعتقل واحد شدوه في حاله تلبس حيت ملي هجموا علينا حنا عاودوا هجمونيش انا على واحد السيد ميت عليه امه في نهار العشاء ديال امه هجموا عليه وشدوا واحد السيد متلبس ولي شدوه هو ضابط في الشرطه وسلموا لي جوندارم شدوا كاغولي وشدوا انه عنده سيف تقريبا جاي تقريبا 75 سنتيم حتى المتر بحال هكاك. وهادشي اللي كتقولي لي راه ما كيدخلش للماء العقل. لا بصح راه ما يمكنش واحد الانسان غيتشد بحال التلبس بالسلاح الابيض وملتم وغتقولي لي غادي يدخل وغادي يخرج. شفتي عند دار الناس اللي شدوه دار الميت وتسولي هادشي براسك وحاضر عليه حاضر اخر ضابط اخر اللي خدام في الولايه ديال عين الشق اللي في شارع فاس سميتو رشيد. بلا ما نقولوا الاسماء بلا ما نقولوا الاسماء الله يجازيك بخير. هذا هو يعني جوج ديال الضباط كانوا حاضرين. أربعة الضباط الاخرين ما عرفتهمش فين كيخدموا ما عرفت سمياتهم. نتوما تابعين الدرك الملكي؟ حنا تابعين الدرك الملكي منطقه الهراويين. المهم علينا ملي تشداك قبل يعني سلموه بايدهم للدرك الملكي. سلموه بايدهم للدرك الملكي وهذا الشيء كان حاضر فيه يعني حتى رئيس حتى القائد ديال التكانه لينا يعني حاضر وشاهد على كل شيء. بالسلاح بالملتام بكل شيء وهذا الولد مشى وتقدم امام المحكمه وطلق سراحه. وانا قبل فاش قبل حيت ما عطوني عرضوا عليا الجاني فاش عرضوا على خويا الجاني حيت خويا كان بحاله حرجه طلبنا واحد السيد جارنا داب الطوموبيل مسكين في مانطا هكاك والدارك راه هما براسهم تسولهم غيقولوا لك هاد الحاله انا ديته هكا كيتقاطروا كله كيترعد وما قاد لي يمشي لا والو حيت حالته كلها مدقدقه. ملي مشى تعرف على الجاني وعرضوا عليه الجاني وتعرف عليه قال لي انه كان حيت خويا شاف من اللبس عند الدري تعتقل بداك اللبس اللي كان عنده. المهم علينا وعرضوا علينا وهو حفيان. المهم هو حفيان وخويا كيقيدوا لخويا المحضر قلت ليه شوف انا نعطيك اللون ديال السبرديله قبل باش تاكدوا بان الدري هو. المهم فعلا ملي قلت لهم قلت لهم السبرديله يا اما غتكون بيضاء ولا كري. المهم راه كتبان في الكاميرا بيضاء بالليل. ملي مشاو تاكدوا بالصح بان ديك السبرديله اللي عطيتها لهم في نفس اللون واحد الدرك اللي مشات عارف على السبرديله دار لي بهاد لافاسو دار لي هكا قال لي يعني هضره الدريه راه صحيحه. وعاد كاين فيديو يوثق لعمليه الهجوم بالاسلحه البيضاء وكل شيء. كاين هادشي كامل وماشي غير كاين فيديو اخر اللي كيوثق بانهم ملي كانوا يلاه جايين بانهم هما ازيد من 30 وكاين فيديو هنايا عندنا في المحل فاش كانوا لحظه الاعتداء على خويا وكاين فيديو اخر باش البلاصه قال لك حيدوا فيها الكاغولي ولكن ما خديتوش عند السيد ما بغاش يعطي ليا قال لي تي جيو صحاب الدار. بطبيعه الحال هذا من امر من عند الضابطه القضائيه من الدرك الملكي هما اللي عندهم الحق انهم ياخذوا كاميرات ديال المراقبه. شنو كطالب يا بنتي؟ انا كنطالب بالقانون ياخذ لي حقي وبغيت نعرف السبب اللي خلاهم يخرجوا داك الدري حيت انا غير حيازه سلاح ابيض اللي كنعرفها انا خصوصا بداك الحجم يعني هذاك راه ما يمكن يخدم به ما حتى شي حاجه. هذاك الحل الوحيد اللي كيدير به يقشل به ولا يجريسي به يعني راه خاص الدري تعتقل علاش خرجوه وانه تشد بكاغول يعني كاغول هادشي راه ديال الاجرام. اش نقول لك بكل صدق ما خوك ما قالش لك كاع شنو كاين؟ خويا حنا كنعرفوه. لا زعما ماشي واحد من هادوك تناقشوا. لا 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 خويا كنعرفوه هادشي اللي خلاهم داروا هادشي بدافع الغيره حيت خويا كيسالي الخدمه وكيطلع عند صحابو الفوق صاحب مع واحد الدري كيطلع عنده حيت كون كان بهم غير خويا غيشدو خويا وهو غادي ماشي غيدخلوا يدمروا المحل. ومن كيف اللي غيبان لك من خلال الفيديو اللي كيوثق لحظه الاعتداء بان شي كيدمر وشي كيضرب في الدري. خويا ما كيشرب ما كيتقرقب ما كيتحشش ما كيشفر ما كيدير حتى شي حاجه من هادشي. دابا ملي تعدي مقابل خدمته مقابل كيدير الحاله ديالو الصحيه حيت حنا غادي نطلعوا نشوفوا حاجه نشوفوا الوالده حالته. والوالد على برا سعيد اجي نخرجوا على برا. اها ديالي عطيكم عاوتاني الدري اللي تعدوا عليه بابا. اش كنصور شتي باش بينت وجهه ديري سميتو هي الدريه شاهده كتعرف خويا من ايام اللي كنسال. واش سيده راهي في اللايف؟ لا ضرقي واش الضرقي واش بالزيت؟ ضرقي عاد دخلي حيت ما سمعتش كتقولي ليها هي كتعرف خويا ملي كان باقي ضربيه عندك الجاج. لا واش شافت شنو كاين؟ لا اللي مزيان قدامها كتعرف خويا زعما راه ما عندوش شي علاقه بهاد الدراري ولا عنده شي. لا دابا هي ما حضرتش فهمتي هي ما تعرفش واش عنده علاقه ولا ما عندوش علاقه داك الشيء كيكونوا الدراري في الزنقه. لا تاخذ يعني الشهاده ديالها ما عندها ما غاديش. السلام عليكم الوالد. السلام. انت حضرتي لولدك؟ حضرت حتى لقيتهم غيزو هذا خرجت انا اللي باش سمعناه بالضرب ديال الجاج وخا يذبحوا ويقرعوا وما نجيبوا خبار. 38 ثانيه تم فيها الاعتداء على كل شيء 38 دقيقه ما كايناش دقيقه ما كايناش 38 واحد
لا يلا نحمد راسه. كيف بقى ولدك شريف؟ وولدي راه كيجاب الله، راه دوك راه مغيب مره بحال لي شي واحد كيهتهت بسطي. انها تضرب في الراس. تضرب في الراس اربع ضربات بالغه، وراه ربما الناس المسؤولين هنا راه شافوا الضربات كي دايرين. نعم، لمن كتبغي توجه النداء ديالك الشريف؟ نوجه النداء ديالي لصاحب الجلاله هو الاول قبل كل شيء، هو الخليفه الله في ارضي، ومن بعده القائد ديال الدرك الملكي حرام. شنو النداء ديالك اللي بغيتي توجهه الشريف؟ نوجههم وياخذوا لي حقي، ما نضيعش انا في ولدي. ضربت عليه ثماره من 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 اللي كان في المهد، تبرغت له 21 عام وبغاو يتموني فيه. لا اله الا الله محمد رسول الله. اجي حبيبتي حيت دابا هو ياخذ واحد القرار، ملي هو كان كيخدم وكيضرب الثمن وكيجيب رزق ديال الحلال، وجاو تعدوا عليه وما خداوش ليه حقه. يعني لا هو اللي ما خداوش ليه حقه، راه هو غدا ولا بعد غدا غيولي مجرم، غيقول لك انا تهضم ليا حقي تهضم ليا حقي، والله ما تنخرج نعتدي على الناس. حيت هاد الحاله راه اليهودي ما تبغيهاش لي، وعدوك عباد الله وما تبغيش لي ديك الحاله. لا لا شتي تصاور كديري نتكر فيه تضربي ماشي ديال رحمه الله، وكيضربوا فيه الراس باغيين يقطعوا لي يدي، كيضربوا فيه الظهر بزاف بزاف. والدري شنو داير ليكم؟ واش كاع اللي خدم ودار مسكين مو يحيل على قد الحال، وباغي باغي يروج فيه ديروا ليه بحال هاد الحاله؟ اش بغيتو حتى هو يخرج يشفر بحالكم؟ يعني داك النهار شحال من ضحيه ضربوا داك النهار؟ هذا مهم قبل بنهار تعدوا، واش ضربوا حتى الزبون اللي كان تا هو؟ الزبون اللي كان تا هو ديك تقول مسكين يلاه ميت عليه مو شهر سبعه يتيم، واحد الدري درويش هو الاباه مسكين مريض جاي حسن عاوتاني ديك تقول كامل عينو كلها حمراء وكله مطيرين ليه السبع مكرفسين عليه ديال بصح، ومن وراها هجموا على دار الموتى. دري العشاء ديال ماما رحموش هادو، ربي ما رحمهمش قبل القانون، ربي سبحانه وتعالى ما غيرحمهمش. والدري ميتة ليه مو، واش كاينه شي حاجه اكثر من ضربه لان امك تكون ميته؟ يعني هاد الناس غادي يكونوا مغيبين، العقول ديالهم غيكونوا متعاطين المخدرات بكل تاكيد، جميع انواع المخدرات وحبوب الهلوسه، لان كيقوم بهاد الاعمال ما يمكنش يكون شخص طبيعي. ولهذا كنطالبوا السلطات الامنيه بهاد المنطقه انها تسارع بالقبض على هاد المجرمين، وكنطالبوا ايضا الحمد لله احنا عندنا قضاء نزيه بامكانه انه يعطي اقصى 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 العقوبات بحال هاد الجنات. احنا دائما كنطالبوا بتنفيذ اقصى العقوبات على اي حد يحمل السلاح الابيض، ولو ما يكونش داير به شي حاجه، لان غير حمل السلاح الابيض من الحجم الكبير راه ضروري غتكون عنده واحد النيه مسبقه، يا اما الاعتداء يا اما السرقه يا اما القتل يا اما يا اما. للاسف الشديد هذا هو حال ديال الشباب هنا بمنطقه الهرويين، وكيف ما سبق لي واشرت ودائما كنقول المهرويين واحد النقطه سوداء، وخصوصا خصوصا خصوصا هاد الناحيه اللي من فوق لوطوغوت واللي تابعه للدرك الملكي، اللي كنشكرهم بطبيعه الحال المجهودات اللي كيقوموا بها، ولكن راه كاين خلل، كاين خلل اللي بغيناه انه يتحل في اقرب فرصه، وبغينا هاد الناس حتى هما ياخذوا الحق ديالهم ديال هاد الام هذه مسكينه اللي ربي اللي عالم بها على كبيتها، الله يحسن العون. كيف بقى وليدك الحبيبه؟ باقي اختي باقي، انا راه دابا هو مغيب، انا عاطينه غير الدواء باش ينعس، ما خلاوش باش ما يبقاش يتفكر، غنجبدوا معاه هادشي كيبدا يتكنزز ويهرب. عرفتي شنو يهجم عليك 30 واحد؟ باغي يدمروه ودمروه، ماشي باغيين يقتلوه، وقتلونا حتى حنا والديه معاه، دمروا لي محل ودمروا هو، دمروا لنا الحياه ديالنا، ما خلاوش نهار الجمعه ما نعسنا ما شناه. لا هو تا هو براسو ما ناش الا رديتو البارح على الطبيب باش رد لي خرج لي قال لي الدواء باش ينعس، حنت هو مرض مرض نفساني. مازال مازال ملي الانسان كياخذ بعدا كاين هذاك الجاني العقوبه كيبرد الانسان شويه شويه. وهو دابا قال لك انا ما خداوش ليا حقي ولا شدوه خرجوه، يعني راه باغيين يعاود يقتلوني مره اخرى تاني. جاو عندك جاو عندكم الوالدين ديال دوك؟ لا ما جاوش عندي انا، جاو غير عند الناس. اش قالوا لهم؟ وحده بعدا صيفطت لي وحدين صيفطوا لنا مع واحد السيد قال لك قولي لنا شنو كطالبوا باش تسمحوا، حنا قلنا لهم حنا كنطالبوا القانون يتطبق، يعني باغيين يعطيو الفلوس على قبل ولادهم يعطيكم الدية ديال ولدكم. حنا ما كنبيعوا ما كنشريو في دمنا، ولكن انا ولدي عوضوه لي شريفه، ما غاديش شي يعوضوه لي ولدي هذاك. انا من 21 عام وانا كنطيح ونوض معاه، ما عنديش لي حتى الصحه، انا اصلا ما عنديش لي الصحه، انا ما كنشوف حتى مزيان، وباش ولدي انا يديروا لي هذيك الحاله راه لا يعقل. راه حتى واحد ما يبغى الظلم، انا ما نبغيش ولادي يتعداو على الناس، وهما تعداو لي على ولدي ما نسمحش لهم، انا داعيه من الله وما والدي من ما مربينهمش. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. متتبعي قناه شوف تي في، كنتوا معنا في هذا المباشر، واعتداء خطير جدا وشنيع غنهضروا معها من بعد.
على احد صالونات الحلاقه للرجال، ومشى فيها صراحه شاب في مقتبل العمر. كله شفنا الصور، واحد الحاله كارثيه يرثى لها. سمعنا النداء ديال الاب ديال الام ديال الاخت، كنتمنوا ان هاد الناس ياخذوا الحق ديالهم. حنا في دوله الحق والقانون، ماشي في بلاد السيبه وماشي في بلاد الغابه. واي واحد دار الذنب راه خصو ياخذ العقوبات ديالو. غنختم معكم هذا المباشر متتبعي قناه شوف تي في، الى اللقاء في مباشر اخر باذن الله.